في واحد اسمه عبير، عبير سال، الكل بيظن اني بنت، قصهم اني بنت، وهو ولد مضمون تريليون مليار بالمئة انه ولد. طبعا هذا عبير سالم سب النبي ونزل فيديو وبيسب النبي ويشتمه. اسمعوا ايش قال على النبي وبعدها عم جعلكم في الحديث. محمد رسول الله الشرموط انتو ابناء. سمعتوا سمعتوا عبير ابو قناف، سمعتوا ابو قناف؟ هذا ابو قناف قال لكم الله هذه صورة بنت، هذه صورة بنت، لا هي بنت ولا انثى ولا خرنثى ولا ذكر ولا جنس خامس ولا تاس، هذه مدري ما جراد. امانة اني تشبه الجراد، انا ما قد رايت بنت في صدرها شعر، لا في صدرها شعر، في صدرها شعر زغ معاها زغ وشعرها انا فيديها فيها شعرها انا فيديها